وحول هذا الموضوع أيضا معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من الرياض الأستاذ عبد الرحمن الهزاع، المستشار الإعلامي ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون سابقا. سيد الهزاع، كما تعلم ويعلم الجميع، شهدت الدورة 48 لمجلس وزراء الإعلام العرب نقاش حاد حول قناة الجزيرة، اتهموها وزراء الإعلام في السعودية والبحرين والإمارات بدعم الإرهاب والتطرف، وأيضا السعي إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيما اعتبرها مندوب قطر أنها تقول الحقيقة. ما هو تعليقكم على ذلك؟ شكرا لك عزيزي. احنا الحقيقة كنا بالأمس أمام اجتماع حيوي وساخن في الدورة 48 لوزراء الإعلام العرب. في هذه الدورة وضعت النقاط على الحروف، وكشفت جميع المزاعم القطرية بأن لديها إعلام محايد وإعلام يحترم الرأي والرأي الآخر. نحن كإعلاميين ونحن في المملكة وفي البحرين وفي جميع الدول المنصفة الأخرى نتفق على أن هناك ما يعرف بميثاق شرف إعلامي يجب أن تلتزم به كل قناة وكل وسيلة إعلامية. من بديهيات هذا الميثاق الإعلامي وميثاق الشرف الإعلامي أن تقوم أن لا تقوم الوسيلة بأي شيء من شأنه بث الإشاعات ودعم وتحريض التنظيمات المتطرفة وعرض المتطرفين كأنهم أبطال، وكل هذه الأمور خرقت من قبل قناة الجزيرة. طيب، أصبحنا الآن نواجه قناة أو وسيلة إعلامية لا تراعي الميثاق الشرف الإعلامي ولا تراعي مصلحة دول المنطقة، وإنما تسير وفق توجيهات معينة. طيب أستاذ عبد الرحمن، الآن يعني وفي وجهة نظرك، ما هو المطلوب بالذات من دول الداعية لمكافحة الإرهاب وهي البحرين، السعودية، الإمارات ومصر أيضا للقضاء على مثل هذه القنوات ووسائل الإعلام التي يتم تسخيرها من جهات مغرضة؟ نحن ننطلق من هذه الدول إلى روابط قوية تجمعنا كوحدة واحدة. هذه الروابط تقوم على أنه لا بد أن يكون هناك اتفاق واجتماع على مكافحة الإرهاب. إذا أردنا أن نكافح هذا الإرهاب، فجزء مهم من مكافحة هذا الإرهاب هو التصدي ومحاربة والوقوف في وجه الوسائل التي تدعو وتشيد وتروج لهذا الإرهاب، ويأتي بمقدمتها قناة الجزيرة. وزراء الإعلام في الدول التي قاطعت قطر وغيرها لديهم القناعة الأكيدة والدلائل الثابتة بأن هناك خروج عن الخط العام، فيجب على هذه الدول أن تتكاتف بقطع جميع الشرايين والإمدادات لهذه القناة. يجب أن نقوم بحملة إعلامية وإيضاح للآخرين بأننا في وضع ضد الإرهاب وضد التطرف، وأن ما تقوم بقناة الجزيرة منذ نشأتها وتكوينها في أكتوبر عام 96 وهي تسير في منهج الكل يعرفه، إلى حد أنها كانت في ذلك الوقت ومن ذلك الوقت تقوم ببث تسجيلات مرئية ومسموعة لقادة الإرهاب خلال ساعات معينة، وهذا ما يعني أن هناك ربط بين الإرهاب والترويج له وبين وسيلة الإعلام هذه. إذن علينا أن نقطع جميع هذه الشرايين. نعم، من الرياض الأستاذ عبد الرحمن الهزاع، المستشار الإعلامي ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون سابقا، شكرا جزيلا لك.